ولا تقول لي اجي في صف وتنهزله. هسه واحد بيتكلم عنده واحد قال قبضوه في وزاره التجاره الان، ما عندنا احنا تاني ما حندارق لاي زول، ما انه مالهم يا اخي، شايلين السمعه احنا البطاله، والله اللعور نقول لعور في عينه بس، ما انه مالهم، ما عندنا معاهم شنو؟ هسي قبضوه زول مشي يطلع روح وذهب صادر، هسي الذهب الجينا الان شفناه ده، هسي الزول قدامنا كلنا هو ده الوزير شايد وكلكم شهود والاعلام شاهد، قال هسه زولنا قبضوه، قال اللي بيجيبك وزاره التجاره شنو؟ ليه ما اجي وزاره التجاره؟ المفروض انت تجيب لي رخصتينا انت وبتاع الجمارك وبتاع المواصفات وبتاع الدمغه، انت تفتشوني انا الان عندي الذهب، مش اجي كمان تاني تضايقني. ده كلام متقدم. نعم يعني ده انا افتكر ده كلام متقدم جدا جدا. اذا 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 اذا, إذا بالفعل يمكن ان تصل الخدمات عند 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 التنفيذيين الى هذا الحد يعني، لكن كلام جيد لكنه في البدايه. لكن دكتور هو لما هو بيطالب زي ما انا وانت بنطالب، اللي بيشتغل منه ودي الاشكاليه طبعا، اشكاليه اساسيه في كل اللقاء، في كل كلامه ده فيه اشكاليه حقيقيه في الحقيقه. قلت لك كانه يتكلم عن انه هو بيخاطب جهه، هو بيخاطب جهه. انا اتصور في اشكاليه كبيره جدا جدا بين حميتي وقحط والجهاز التنفيذي، لا سيما الجهاز المدني بالمناسبه. شفت كيف؟ هذا ما يرشح عندي. طيب الحقيقه من 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 ما من ما دلاله ما دلاله هذا التعريض بوزير التجاره مدني عباس مدني، والزول اللي اصلا كان الناس طالبت باقالته وهو الوحيد الذي المشكله لم بس لم قال يقال. عندنا معاهم شنو؟ نحن ثاني قال ما بنسكت على زول وما بنغطي وعندنا ما نحن ما بنتحمل ثاني السمعه. يتحملوا هم مشكلتهم. والله طيب هل مقبول؟ هل مقبول من المكون العسكري الذي أعطى الشرعية لهذا الجسم واللي هو مكون حزب أحزاب قحط والشخصيات التي جاءت مباركة المكون العسكري، هل يقبل منه أنه يتنصل فقط من المسؤولية ويقول إحنا ثاني ما بنسكت وكذا وهنا؟ للأسف الشديد طبعا هم بضعف الخبرة بضعف التجربة عند المكون العسكري. أنا والله أنا الحقيقة تعجبت جدا ان يقبل المكون العسكري، حتى وان انت يعني خدعوك سووا لك، انت ما كان عندك شخص قانوني يقول لك والله الوثيقه الدستوريه دي وثيقه معيبه فيها بلاوي الزرقاء، ومشيت ووقعت. طيب يا اخي على اقل تقدير الم تتفق مع هؤلاء الناس ان ياتوا بتكنوقراط؟ ألم تتفق معهم على أن يأتوا بأناس ليسوا منتمين ولا حزبيين ولا غيره؟ ألم تتفق معهم على أن هذه الفترة الانتقالية يقودها ناس يمتازوا بالمقبولية عند الشعب وعند الناس، معروفين بنظافة اليد ومعروفين بالمعرفة التامة لتخصصاتهم ولما سيتولوه من عمل؟ كيف تشتكي هذه الشكوى الآن يا حميتي؟ ألم تتفقوا من الأول؟ ليه تقبلوا بفريق زي ده أصلاً لمدة الآن 16 شهر ولا كم؟ لماذا تقبلوا بفريق كهذا؟ فريق يتغير حتى بشكل مهين والله للوزراء ولغيره. نحن قرينا بيان وزير المالية. فأخي أنا أسأل الله سبحانه وتعالى، والله الآن الوضع، هذه الرسائل رسائل من أخطر ما يكون.